وهنلاحظ ان داود حسني في التوشيحات اللي قدمها كان عميقا في الحان، وانه اكسبها طابع بحيث انه جعلها يمكن الاستمتاع بيها عشرات بل مئات السنين دون ان تفقد اي ميزة جمالية. والموشح اللي هنستمع اليه هو اذكر الحب فيبكيني الغرام من مقام نواتر، ويغنيه الثلاثي المرح مع رقصة توقيعية. بعد كده هنستمع الى موشح